وأنه لا بد من انتفاضة قوية للإصلاح داخل الهيئة، فكل المبلغ الذي يكفي لكل العسكريين في الهيئة 650,000 دولار، أي 5% من دخل الهيئة الشهري. أما من سنة تقريبا فنحن نجاهد مع الهيئة ونحاول كذلك الإصلاح الذي يمنعه البعض، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا أصبح الردع الصاروخي سلاحا أساسيا في المعركة، ولم تهتم القيادة بفتح المحاور المتعددة والإكثار من الإغارات، وأهملت التحصين والتمويه الشامل، فلم ينفق على ذلك إلا مال يسير من دخل الهيئة الكبير جدا، وظل التحصين يعتمد ماليا للأسف الشديد على ما يأتي من صدقات المحسنين الفقراء التي تجمعها الحملات الدعوية من داخل المحرر. ومن أهم الأسباب التي أدت لهذه الأزمة، أولاً لم تعد الهيئة مشروع أمة ولا منهج ولا جماعة ولا تيار، بل استبد بها أشخاص وحولوها لحقل تجارب شخصية، فالشورى عندهم شورى ما أريكم إلا ما أرى، وأمير الاقتصادية يصبح أميراً للمعابر وهكذا. ولا بأس بأن يتسلم الموالي للقيادة حتى لو كان غير كفء وزعمهم أمام الإعلام، فماذا تأمرون؟ فأقاموا حكومة ومجالس صورية، ومن يخالف رأيهم يتم تهميشه وتسفيهه وتخوينه ومحاربته، وجعلوا الكلام في موضوع المال وحقوق المجاهدين خطا أحمر يحارب من تكلم فيه، وكان وما زال التقدير على المجاهدين والقطاعات والمفاصل والجيوش والألوية هو السياسة العامة التي يحارب بها الإبداع والتطوير، فأينما ذهبت إلى أي مفصل من الهيئة تجد قلة من المال. وفي كل مرة تزعم الهيئة أنهم ينفقون الأموال في المجال الفلاني وفي كذا وفي كذا، ويتبين مع الأيام عدم صدق ذلك، فأين تذهب تلك الأموال؟ أين تذهب تلك الأموال إذا لم ينفق المال في السلاح وعلى المجاهدين وعند الملاحم وفي صد الحملات الروسية والنصيرية؟ فمتى ينفق؟ أصبحت عناية قيادة الهيئة في جمع المكوس وجباية الضرائب وأخذ الزكاة والسيطرة على الممتلكات العامة واحتكار التجارات ومصادرة كثير من دخل المنظمات، بل وقاسموا الفقراء أرزاقهم، فحصلوا على نسب كبيرة مما يأتي للمنظمات عبر المعابر، وما يصل منه لمجالس الأحياء تأخذ منه الهيئة كثيرا كذلك، فتضرر أكثر الناس وقعدوا بلا عمل. وبعد أن أخذوا زكاة القمح من المزارعين أجبروهم على بيع المحصول لهم بسعر قليل ومنعوهم من تصديره، ثم باعوا القمح بمزاد لتاجر واحد ليصدره للنظام. بل إن دخل الهيئة الشهري حاليا يكفي لكل المرابطين في ثغور إدلب من كل الفصائل مع اللوازم الإدارية لكل رباط المحرر ولمضاعفة قوات الهجوم عدة أضعاف، ويكفي كذلك لكفاية الحكومة بما فيها من قضاء وشرطة وأمن، بل ويضاف إلى ذلك كفاية الأئمة والخطباء لو وضعت تلك القناطير المقنطرة ومن المال بأيدي أمينة، فلا تشغل الهيئة إلا ربع رباط المحرر تقريبا. فكل المبلغ الذي يكفي لكل العسكريين في الهيئة 650,000 دولار، أي 5% من دخل الهيئة الشهري. ووالله ترك الكثير من أبطال الهيئة، تركوا الجهاد بسبب عدم توفر أقل إمكانيات المعيشة، ولو قدمت لهم 5 مصفحات فقط أي ب100,000 دولار لربما كانوا طوروا العمل وخففوا عن جبهة حماة، ولكن للأسف بدل أن تدعمهم القيادة خونهم البعض. وبال100 مليون دولار التي وصلتها أول تشكيلها قد تكون من أغنى الكيانات التي مرت على تاريخ الحركات الإسلامية منذ قرن من الزمن. وباختصار فقد ظلمت قيادة الهيئة الجهاد، فلم تقم بواجبها في الإعداد والتخطيط والاستفادة من المقدرات والكوادر، وظلمت المجاهدين عامة ومجاهدي الهيئة خاصة، فلم ترعى أمورهم ولم تبالي بحقوقهم ولم تجهزهم وقت المعارك بالعدة الكافية، وظلمت الأمة فتسلطت عليها وأهملت الشورى الواجبة ولم تقم بواجب الدفاع الأكمل عن عامة ثغورها. فهذه رسالة مني كجندي في الهيئة، لا زلت على رأس عملي كمسؤول عام عن كتلة حلب المدينة وإداري عام لجيش عمر بن الخطاب.